تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التاريخ، النموذج الثاني، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ. إذا لدينا عبارات، إذا كانت صحيحة أكتب صحيح، إذا كانت العبارة خاطئة أصحح. يرتبط التقويم الميلادي بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. التقويم الميلادي مرتبط بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحسنتم، خطأ. التقويم الميلادي مرتبط بميلاد، أحسنتم، سيدنا عيسى عليه السلام. إذن نصحح، يرتبط التقويم الميلادي بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. يرتبط التقويم الميلادي بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. السنة الهجرية الأولى توافق عام 622 ميلادية. السنة الهجرية الأولى توافق 622 ميلادية. التقويم الميلادي أسبق من التقويم الهجري، جاء قبله ب 622 سنة. إذن العبارة، أحسنتم، صحيح. اكتب صحيح. يوم الاستقلال يمثل تاريخا معلميا عالميا. الاستقلال أو يوم الاستقلال يمثل تاريخا معلميا عالميا، أحسنتم، خطأ. يوم الاستقلال يخص، لا يخص كل شعوب العالم، إنما يخص الشعب الوطني الواحد الذي هو الجزائر. يوم الاستقلال يخص فقط الشعب الجزائري. إذن أصحح، يوم الاستقلال يمثل تاريخا معلميا وطنيا. وليس عالميا. إذا نراجع، يرتبط التقويم الميلادي بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وليس موسى محمد صلى الله عليه وسلم. السنة الهجرية الأولى توافق عام 622 ميلادية، صحيح. يوم الاستقلال يمثل تاريخا معلميا وطنيا وليس عالميا. التمرين الثاني، اربط كل حدث بتاريخه. لدينا أحداث ولدينا التواريخ. الحدث الأول، المولد النبوي الشريف، عيد الأضحى، عاشوراء، عيد الفطر. التواريخ، لدينا 10 محرم، 12 ربيع الأول، 10 ذي الحجة، وأول شوال. إذا المولد النبوي الشريف الحدث الأول، تاريخه، أحسنتم، 12 ربيع الأول. نواصل. التاريخ الثاني أو الحدث الثاني، عيد الأضحى، جيد، 10 ذي الحجة. الحدث الثالث، عاشوراء، تاريخه، جيد، 10 محرم. الحدث الرابع، عيد الفطر، جيد، أول شوال. إذا ربطنا كل حدث مع تاريخه. نراجع، 10 محرم يوافق عاشوراء، 12 ربيع الأول مولد النبي الشريف، 10 ذي الحجة عيد الأضحى، وأول شوال عيد الفطر. التمرين الثالث، اربط كل تاريخ بما يناسب. لدينا التاريخ المعلمي الشخصي، التاريخ المعلمي الوطني، التاريخ المعلمي الاجتماعي، والتاريخ المعلمي العالمي، 4 تواريخ. ولدينا الأحداث، عيد العمال، الحصول على شهادة التعليم الابتدائي، المولد النبوي الشريف، وعيد الاستقلال.
عيد العمال، نبدأ من هنا أفضل. عيد العمال يخص كل شعوب العالم، كل شعوب العالم تحتفل بعيد العمال، إذا نقول أنه التاريخ المعلمي أحسنت عالمي، التاريخ المعلمي عالمي يخص كل شعوب العالم. الحصول على شهادة التعليم الابتدائي، جيد، التاريخ المعلمي شخصي يخص شخصا أو أشخاص معينين. المولد النبوي الشريف، هل يخص الشعب الوطني الواحد فقط أم يخص فئة من المجتمع؟ إذن المولد النبوي الشريف لا يخص الشعب الوطني الواحد مثلا، لا يخص الجزائر فقط بل يخص عدة دول أخرى. إذن المولد النبوي الشريف ليس تاريخ معلمي وطني، إنما تاريخ معلمي اجتماعي. لأنه لا يخص الشعب الوطني الواحد. عيد الاستقلال يخص فقط الشعب الجزائري، إذن تاريخ معلمي وطني. إذن هنا لدينا كل التاريخ ومثال على التاريخ. التاريخ المعلمي الشخصي مثال الحصول على شهادة التعليم الابتدائي، التاريخ المعلمي الوطني مثال عيد الاستقلال، التاريخ المعلمي الاجتماعي مثال مولد النبي الشريف، والتاريخ المعلمي العالمي مثال على هذا عيد العمال. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. قسم المؤرخون التاريخ إلى أربعة مراحل تاريخية. المؤرخين قسموا التاريخ إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة. المطلوب هو كتابة المرحلة من متى بدأت ومتى انتهت، تمتد من إلى. إذا المرحلة الأولى أحسنتم مرحلة التاريخ القديم. مرحلة التاريخ القديم متى بدأت تمتد من أحسنتم منذ اكتشاف الكتابة. إذا بدأت مرحلة التاريخ القديم منذ اكتشاف الكتابة، تمتد من اكتشاف الكتابة. متى اكتشفت الكتابة؟ أحسنتم حوالي سنة 3200 قبل الميلاد، حوالي سنة 3200 قبل الميلاد، معنى قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام ب 3200 سنة اكتشفت الكتابة. منذ ذلك اليوم بدأت مرحلة التاريخ القديم. ومتى انتهت مرحلة التاريخ القديم؟ أحسنتم انتهت إلى سقوط روما. إذن انتهت إلى سقوط سنة أحسنتم 476. إذن مرحلة التاريخ القديم بدأت، نقول تمتد من اكتشاف الكتابة حوالي سنة 3200 قبل الميلاد إلى سقوط روما سنة 476. كل هذه الفترة سميت بمرحلة التاريخ القديم. انتهت هذه المرحلة، انتقلنا إلى المرحلة الثانية اسمها أحسنتم مرحلة التاريخ الوسيط. مرحلة التاريخ الوسيط متى بدأت هذه المرحلة؟ بدأت مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى، إذا بدأت منذ سقوط روما سنة 476، تمتد من سقوط روما. إلى غاية متى انتهت؟ أحسنتم إلى فتح القسطنطينية سنة 1453.
يا فتحي. القسطنطينية. سنة 1453. إذا المرحلة الثانية، مرحلة التاريخ الوسيط، بدأت منذ سقوط روما سنة 1476 إلى فتح القسطنطينية سنة 1453. انتهت المرحلة الثانية، انتقلنا إلى المرحلة الثالثة دائما مباشرة. إذا بدأت منذ، أو اسم المرحلة أحسنتم، مرحلة التاريخ الحديث. المرحلة الثانية مرحلة التاريخ الحديث. مرحلة التاريخ الحديث قلنا مباشرة بعد انتهاء المرحلة الثانية بدأت، إذا تمتد من فتح القسطنطينية سنة 1453، من فتح سنة 1453 ميلادي، وانتهت أحسنتم إلى قيام الثورة الفرنسية، إلى قيام الثورة الفرنسية. سنة 1789 مرحلة التاريخ الحديث بدأت من فتح القسطنطينية إلى قيام الثورة الفرنسية. كذلك مباشرة بانتهاء مرحلة التاريخ الحديث انتقلنا إلى المرحلة الرابعة والأخيرة، مرحلة التاريخ المعاصر. تمتد كذلك نفس الشيء مباشرة بانتهاء المرحلة الثالثة، إذا تمتد من قيام الثورة الفرنسية، إذا تمتد من قيام الثورة الفرنسية إلى متى؟ أحسنتم، إلى يومنا هذا. إذا اليوم سنة 2019 نحن في مرحلة التاريخ المعاصر، ما زالت مستمرة مرحلة التاريخ المعاصر إلى يومنا هذا الذي نحن فيه. إذا قسم المؤرخون التاريخ إلى أربعة مراحل تاريخية. مرحلة التاريخ القديم بدأت منذ اكتشاف الكتابة إلى سقوط روما مع السنوات. مرحلة التاريخ الوسيط مباشرة سقوط روما سنة 476 إلى فتح القسطنطينية سنة 1453. ثم انتقلنا إلى مرحلة التاريخ الحديث من فتح القسطنطينية سنة 1453 ميلادي إلى قيام الثورة الفرنسية. المرحلة الأخيرة مرحلة التاريخ المعاصر بدأت أو تمتد من قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 ميلادي إلى يومنا هذا، وما زالت مستمرة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.